الرجال كتاب قيم وكتاب جميل وكتاب رائع، وهو كتاب اللي كتشوفوه أمامي، وهو كتاب الجليج. وهذا الكتاب اللي هو كتاب ضخم، كتاب كبير، كتاب من الحجم الكبير اللي كيقع في 351 صفحة، من تأليف كاتبين مؤلفين وهما جون ماديجو والكاتبة سلمى سامار داميجي. سلمى سامار داميجي وهذه الكاتبة كتبوا هذا الكتاب باللغة الفرنسية وباللغة الإنجليزية كذلك. قام بتقديم الكتاب مؤرخ المملكة وهو عبد الوهاب بن منصور، واللي تحدث على تاريخ ديال الجليج وديال هذا الفن وديال هذا هو الكتاب ديال الجليج اللي كنت تحطو عليه هنا. كنشوفو في هنا كنشوفو واحد الصورة ديال الملك الراحل الحسن الثاني، اللي هو تقريبا الملك الراحل كان كيعرف أهمية ديال الجليج البلدي، اللي هو شجعو، اللي هو كان كيدعم الصناعة التقليدية الأصيلة المغربية لأنها كانت كتجسد الهوية المغربية. كنشوفو في هاد الصورة كنشوفو هنا كذلك الجليج مغربي، وكنشوفو الجبس، كنشوفوا الصناعة هنا، واحد الميساج، واحد الرسالة اللي كاين كذلك اللي كتجسد لنا هذه الصورة. كما قلنا هنا في المقدمة ديال الكتاب كاين هذا البريفاس، المقدمة ديالها واللي دارها عبد الهادي بن منصور اللي هو مؤرخ ديال المملكة. شوف هنا كنشوفوا واحد اللوحة ديال الشليج اللي هو رائع تقريبا في هذه المقدمة. جليج أنا جميل جميل جدا. هنا كنشوفو كنعرفو أن بالله في ضريح محمد الخامس أولا في المسجد الحسن الثاني اللي كنشدو واحد الروعة، واحد الجمالية كبيرة ديال الجليج المغربي اللي هو كما قلنا اللي هو كيمثل الهوية المغربية. والجليج المغربي هو اللي تنتشر عبر العالم الإسلامي. كنشوفو هنا الأعمدة والسقوف، كنشوفو الجليج اللي كذلك اللي كيعطي واحد الجمالية مع الجبس، مع الأقواس، مع الصناعة التقليدية الأصيلة المغربية. الكتاب كما قلنا وهو كتاب جميل، وكيتحدث على كنشوفو هنا هاد القطع مثلا ديال الخط في الجليج. وحنا كنعرفوا بان المميزات ديال الخط الاسلامي او الفن الاسلامي انه كيتميز بثلاثه، كاين الخط وكاين الزخرفه وكاين الهندسه، وهذا نوع من الخط على الجليج. كذلك كان في هذا الكتاب دواء على الفخار الخزف، لان حنا كنعرفوا ان الجليج المغربي انه كيتصنع من الصلصال من الطين، وكذلك ان الطين كتصنع منها بعض التحاف الخزفيه الجميله. كذلك كنشاهدوا هنا مثلا اقدم قطع ديال اللي كتوجد في كما شفنا في بعض القصبات، في بعض القصور، في بعض المنازل الفخمه، في بعض الرياضات كنوجدوا هذا النوع ديال هذا الجليج اللي هو منتشر بزاف في المغرب. كاين كذلك في المشاجيل هذا النوع ديال هذا الجليج مع الكتابه اللي هو جميل جدا. وهنا كنشاهدوا مثلا 16 بالخاتم ديال سيدنا سليمان، وكنشاهدوا الخط، وكنشاهدوا الالوان بخمسه، كاين الابيض وكاين الاسود وكاين الازرق وكاين الالوان بخمسه. كنقولوا حنا كاين الالوان الساخنه والالوان بارده. هنا كذلك كاين الازرق هذا شاد فخوه باللويزه، كنقولوا هنا فيها سوي، وهنا كنقولوا ستينيه واثناشيه. وكذلك هذه الفنان المغربي انه كيستعن دائما انه كان هذا النوع ديال الجليج انه كان كيعتمد على علم الرياضيات بالضبط، لانه عنده واحد الصيله به، كنقولوا الستينيه ولا المئويه ولا كنقولوا السبعينيه ولا الربعينيه ولا كنقولوا الثناشيه ولا السداسيه. فهذه هندسه كيدخل فيها علم الرياضيات الجميل. كذلك في هذا الخط كنشوفوا هنا الالوان، كنشوفوا كذلك هذا كيتسمى
أقواس المقربس. كنشوفوا هنا تاني شاد فخو، هنا اللويزة، كنشوفوا هاد النوع ديال ديال الجليج اللي كان كما قلنا، كاين المستدير، كاين المستطيل، كاين المربع، كاين النجمه، كاين هذه انواع من نوع ديال الجليج. كنشاهدوا مثلا كنشاهدوا العكس المعكوس اللي كتكون المريشه كتكون مقلوبه بحال هذه، كاينه في العكس كنوجدوها في بزاف ديال الجليج ديال الاسفي. كنوجدوا كذلك ان هذا الجليج دار كذلك في المشاجر ودار في الصوامع ودار في الاعمده كما قلنا. شو هذا النوع هذا اللي فيه جميل كذلك، هذا نوع نادر قديم جدا اللي كيتوجد في بعض المشاجر العتيقه. كذلك هذا النوع اللي كيعطي واحد اللوحه جميله كذلك. كما قلت ان هذا الكتاب انه جاب تقريبا جا شامل في هذا النوع ديال هذا الفن ديال الجليج المغربي. هذا النوع شوف هذه القطعه جميله وكذلك. لا بد من الإشارة بأن هذه الهندسة أو هذه الألوان الخمسة كنعرفوا أن الفنان المسلم أو الفنان المغربي أنه استمد هذه الألوان، استمدها من النجوم، بحيث أن مثلا كنوجدوا اللون الأسود أنه استمدته من زحال، كنوجدوا مثلا الأحمر استمدته من المريخ، الأبيض من الكوكب الزهرة، العسلي من الكوكب المشتري، الأصفر جابوه من الشمس، والأخضر جابوه من القمر. هذه الألوان اللي كاينة خمسة اللي كاينة تقريبا اللي استعملها الفنان المسلم، استعملها في هذا النوع ديال هذا الجليج. هذه أنواع كذلك كنشوفوا اللويزة، كنشوفوا هذا نوع تاني آخر كما قلنا. فهذا الكتاب هو كتاب جميل وجميل جدا، واللي بغى يطلع اللي بغى يطالع على التاريخ ديال هذا الفن ديال الجليج المغربي اللي هو المغرب كان كيصيفط صناع ماهرين في هذا المجال، صيفطهم لتونس، صيفطهم للجزائر، صيفطهم للشرق الأوسط، زينوا قصور، مساجد، معابد بهذا النوع ديال هذا الفن ديال الفن الجليج. هذا كتاب حاولت اني نجيبه، انا عندي في المكتبه ديالي الخاصه اللي كيدوي على الجليج. نتمنى ان هذا الكتاب انه ينال الاعجاب ديالكم. اللي بغى يطالع كما قلت على المزيد من المعلومات وعلى التاريخ ديال الجليج وعلى ارتباطه بالفن الاندلسي وبالاصاله ديالو اللي كيمثل الهويه ديالنا، هذا الكتاب انا عجبني وكنصح ان يتم الاقتناء ديالو والاطلاع عليه. وكنشجع كذلك الكتاب ان يمشوا في هذا الاتجاه ديال التعريف بتراثنا وبالهويه ديالنا. والى هنا اقول الى اللقاء إن بقي في العمر بقى، وشكرا.